السلام عليكم اخواني اخواتي الكرام، مرحبا بكم في واحد الوصفه جديده ديال واحد الصابلي رائع رائع جدا، كيدوب في اليد قبل من الفم. سهل جدا، طريقه سهله مبسطه، النتيجه رائعه. لتناول الشاي الكوكي تاع الاطفال ملي كيمشيو للمدرسه، شي واحد الا جا عندك يعني دغيا كيوجد وتتقطعيه مره واحده كما كتشوفوا قدامكم، شي حاجه اللي فريمون لذيذ 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 بزاف، وكما قلت لكم هو سهل في التحضير. كنتمنى من الناس اللي دخلوا ما ينساوش لايك، الناس اللي باقي ما اشتركوش في القناه يشتركوا في القناه، يشجعوا محتوى الطبخ. كما كتشوفوا النتيجه من بعد ما طيبته هي هذه. دابا غادي ندوزو للوصفه اللي غادي نحتاجو ليها 200 غرام ديال الزبده ديال المارغرين كما شفتوا اللي هي بحراره المطبخ، كنحاول انني نمعسها اكثر. غادي نحتاجو 150 غرام ديال السكر حبيبات، ما تخافوش فهو كيدوب في مع الزبده، اللي بغى يستعمل السكر الثقيل كينقص من الكميه. كنخلطوا هذيك الزبده مزيان مع السكر حتى كيدوب السكر. طريقه كما قلت لكم سهله جدا، غير اللي ما بغاش صراحه جرب هذا الصابلي اللي فريمون تيحمر الوجه. والديد الاهم من هذا الشيء كله انه الديد تيكون مقرمش من برا ودغيا دغيا صراحه دغيا كيدوب، فكنتمنى انكم تجربوه. من بعد كما كتشوفوا ملي كنمعس مزيان ديك الزبده وكيدخل فيها داك السكر، كنزيد 150 مليلتر ديال الزيت ديال المائده، نعاود المقادير 200 غرام ديال الزبده ديال المارغرين تكون بحراره المطبخ، 150 غرام ديال السكر حبيبات، و 150 مليلتر ديال زيت المائدة. في هذه الأثناء سنخلط فقط بالاستعانة بواحد لاسباتول أو معلقة خشبية. نقدروا نديروا الطراب اليدوي كما كشفتوا، كما شفتوا الخليط ولا كريمي. كنزيدوا عليه واحد الأصفر ديال البيضة، فقط أصفر بيضة، كنزيدو شوية ديال الملحة من طبيعة الحال، راس معلقة صغيرة ديال الملحة، وكنخلطو هداك الزيت وهداك الأصفر ديال البيض. كما شفتو القوام فهو كريمي كما قلت لكم. تنزيدو 550 غرام تقريبا ديال الدقيق الأبيض، وتنزيدو خميرة كيماوية 8 غرام. أنا هاد الكيس عندي فيه 11 غرام، يعني كندير عيني ميزاني ندير 8 غرام. وكنخلط في الأول، غادي نخلط غير بهاد السباتول، من بعد غادي نخلط بيدي باش العناصر كلها تنسجم مع بعضها. بالنسبه للدقيق زدت كميه قليله في الاول، غادي نبدا نزيد شويه بشويه كما قلت لكم. هي هزت ليا تقريبا 550 غرام في الاخير، ولكن غادي نبدا نزيد غير شويه بشويه حتى كنحصل على القوام اللي بغيت. كما شفتوا المكونات فهما سهلين جدا، النتيجه صراحه نتيجه واعره ونتيجه مرضيه. كنحاول غير هكا نجمعو باش ما يبقاش يتفرتت لينا هاد العجين،
كنقسم هاد العجين، كنهز واحد الربع تقريبا تنحطو جانبا وتنخلي ثلاثه الارباع يكونوا بيضين هكا. تنهز هذاك الربع ديال العجين، كنضيف عليه جوج معالق ديال بودره الكاكاو. هنا زدت غير شويه حتى كنخلط، ما ديروش بحالي كنت هز هاد الزلافه صغيره تنخلط فيها، ولكن من بعد ان شاء الله كما غتشوفوا فغادي نقلبوا في واحد الاناء اخر اللي غادي نتمكن انني نعجن فيه العجين كله. المجموع ديال المعالق اللي درت ديال بودره الكاكاو درت تقريبا جوج كبار عامرين. هنا من بعد ما حولته لهذا الاناء غادي نزيد ثلاثه المعالق كبار ديال الحليب، حليب سائل، وغادي نخلط مزيان حتى العناصر كتكون متماسكه وتنقدر نحصل على واحد الحربول اللي هو يعني متماسك وما يتهرش. نرجع للخليط الاول اللي خليته اللي الخليط الابيض، كندير منه واحد جوج كويرات تقريبا بحال هكا. على حسب سطح العمل بغيتو ديروا ثلاثه بغيتو ديروا جوج. هنايا بالاستعانه بالورق المطبخ، كما كتعرفوا الصابلي فهو تيتلصق، غادي ندير ورق المطبخ لتحت وغادي نغطي الكرة ديالي بالورق ايضا، وغادي نحاول نسرحها بالاستعانة بالدلاك او المدلك. السمك ديالو خصو ضروري يكون رقيق جدا. عملية سهلة جدا كما كتشوفوا، مكيتطلبش منا بزاف ديال الوقت ولا ديال الجهد. هنا طليت باش نشوف على العجين واش السمك ديالو هو هذا صافي. من بعد ما حصلت على السمك اللي بغيت كنحاول انني نقدم من الاطراف، كنحيد هاد الزوائد هادو، غادي نحتفظ بهم من طبيعة الحال. كناخذوا هذاك العجين اللي زدنا ليه البودره ديال الكاكاو، كنصنع منه هاد الحربوب بهذا الشكل هذا، وكنديروا على طول العجين بالاستعانه بالورق ديال المطبخ كما شفتوا. تنحاول انني ندور هذاك العجين الابيض على العجين الاسود. هاد الكاطو هذا فتقريبا ماشي بحال، ولكن الشكل ديال تقريبا هو تقريبي، كنا كنديروه شحال هذه الامهات ديالنا والجدات ديالنا كانوا كيديروه، فاش كنسرحوا واحد الخبزه وكنديروا فوقها خبزه اخرى وكنقطعوه على شكل فقاس. ولكن هذاك عجينته يعني مختلفه على هذا، فهذا صاب لي كيدوب في الفم، وغادي تشوفوا معايا النتيجه في الاخر. تنحيد الزوائد ديال العجين اللي عندي، من بعد كما شفتوا ناس نحاول نقدو اللي قديتو، كنهز الزنجلان محمر شويه ما يكونش محمر بزاف،
وتنعاود انني نرولي هذاك الزنجلان كله، كنزيد من الفوق وتنرولي باش هذاك الزنجلان يلصق فيه كله. كنستمر على هذه العمليه ديال الطوي، كنطويه وكندورو باش نشوف واش لصق فيه ولا لا. البلاصه اللي ما لصقش فيها الزنجلان كنعاود ندير فوقه، وكنقد الرولو ديالي باش ما يجيش من واحد الجهه هابط من واحد الجهه طالع، يكون مستوى واحد. ومن بعد تنقطعوه بالقطعه ديال البطاطا المسننه او بالاستعانه بالموس او القطعه ديال البيتزا، المهم نتوما وداكشي اللي بغيتو. كنتمنى لكم فرجه ممتعه، وتنتمنى انكم تجربوه، فهو كما شفتوا ساهل وتيخرج كميه لا باس بها. هنايا كنعاود كنضربوه بشويه من الفوق كما قلت لكم باش يجي السطح ديال العمل ديالو مستوي ويكون مقاد. نخليكم فرجه ممتعه الى فيديو اخر ان شاء الله.